مشاهدينا اهلا بكم في برنامجكم سحور مع ولاد الشعب. اليوم كنتقاسموا سحورنا مع اسره كتعيش في بيت واحد، 10 ديال الاشخاص كيعيشوا في حجره واحده ما فيهاش شرجم. الاب كان هو رب الاسره، فيما كان رزق كيتبعوا، خدم بناي، خدم حمال، خدم في الجرده، خدم في النظافه، وتقلق وقلالت صحته، جا السكر، جا القلب، خصو عمليه بسبعة مليون طونسيون، سكر ضرب ليه رجيلات وقاس ليه العوينات، فقلالت صحته وجلس في الدار، والام صبحات هي المعيل الوحيد، كتخدم في الديور باش كتجيب لوليداتها ما ياكلوا، اما الدواء ديال راجلها فما كتقدرش عليه لانه شويه غالي بزاف. اليوم مع جائحه كورونا توقفات من العمل، والاسره كتعيش واحد الضائقه كبيره وكبيره بزاف. السلام عليكم. السلام. سمحوا لي جيت عندكم في هذا الوقت، جينا نتقاسموا معكم السكور ديالنا. سيدي قلت لي كنتي خدام، يعني انت اللي هاز الدار ديالك. تفضل. خدام بخير وعلى خير، ما خصنيش، ما عنديش، الحمد لله. قلتي فيما كان رزق، انت اللي قلتي لي الجمله. فيما كان رزق كنتبع، ما كان حتى شي حاجه على وجه الوليدات وداك الشيء. قلتي كلشي. كلشي، المهم خصني نجيب نهاري. قدر الله ما شاء فعل، صابي زيت السكر وضرب لي القلب والعينين، وهادي وما حتى الوقوف ما بقيتش كنقد نوقف ولا نزيد. قلتي لي عملية القلب. ديبوشي طلع لك جوج مرات، ودابا قال لي خص دير القسطرة، القسطرة طالب لي تقريبا شي 7 مليون، وانا ما عنديش فاتح شديد هاد 7 مليون، لدرجة ان الدواء ديالي دابا ملي صبنا بهذا الوباء هذه ما بقيتش باش نشافي. هذاك البخاخ اللي كدير. البخاخ هذاك سالا ليا، ما بقيتش باش نشافي. هو اللي كيعاونك في التنفس. هو اللي تيوسع لي العروق ديال القلب باش نقدر نتنفس. دابا الناس كينعسوا وانا كنبقى فايق. ما كيجيكش نعاس. لا ما تيجينيش نعاس. الحريق عندي بحال شي حاجة هنايا في القلب، بحال شي حاجة كتقرب ليا في قلبي. كان هذا اللي كيساعدني شوية شوية، ولكن ما عندي لا دواء لا حتى شي حاجه، والحمد لله الحمد لله على اي حال. واخا لا ملي مرض الزوج ديالك، يعني اكيد يعني المراه الحره هي كتكون مع راجلها في الرخاء وفي الشده، يعني الا كان هو هكا خدام راه هي معاه، ضياق الحال عليه راه هي معاه. زي زيتي الحمل. داكشي اللي كاين، كنمشي ندير الميناج، ودابا راه ما كاين لا ميناج لا حتى حاجه. فين خدمتي كاع؟ خدمت عام ميناج عند العيالات في الديور، صافي. من دار لدار. من دار لدار، من دار لدار، شي كيخلصك شي كيعطيك داك الشيء اللي بغاه. وديك البركه اللي كتجيبي؟ كنجيبها سبعة الوليدات ما كتدير حتى حاجه، وكاريه عندي الكرا كاريه، ودابا مولات الكرا كتسالني 3 شهور. ما خلصتيهاش؟ لا ما خلصتيهاش. والدواء ديال الراجل؟ تا هو ما بقاش كياخذو. الدراري البيت كارينو بلا شرجم بلا حتى حاجه، حتى التلفازه ما عندهمش. واحد الراجل هو اللي عطانا هذاك البارابور وهو محطوط، صافي. ما كايناش الكفاءه، ما كاين لا التلفازه لا حتى حاجه. مسؤوليه قاصحه. قاصحه عليا بزاف بزاف، وكنطلب من المحسنين يعاونوني. هادشي اللي كنطلبو، راجلي خصو العمليه، عملية وما عندوش باش يشري الدواء. شحال من عام انت خدام هناك؟ ملي مرض هوايا. وملي ما كنتي كان صحيح؟ لا ما كنتش خدامة، ما كنتش محتاجة لتا حاجة. كان قايم بالواجب. كلشي كلشي، ما نكذبش. واخا قلتي لي اليوم يعني ما كتلقايش الفطور. الفطور ما كاينش، الفطور فطرنا اليوم خبيز ما كاينش. وسحوركم؟ السحور حتى السحور ما كاينش، ما كاين حتى حاجه، كاين والو. القفه ما عرفنا حتى واحد فيها، حتى واحد ما عطاك القفه، حتى واحد ما عطاني القفه، ما دخلتش بيا والو حتى حاجه. كتشوفي وليداتك صغار خصهم الكسوه، خصهم كي كيقلبوا صغار، ما لقيتي ليهم جهد. الدري عنده عامين ليكوش وما ما لقيت جهد، الله عارف. واخا نخليكم تسحروا لان الوقت هذا معطل، نخليكم تسحروا وسمحوا لنا اننا اقتحمنا. لا 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 لا، جينا عندكم المنزل ديالكم، ولكن الهدف ديالنا هو ان النداء ديالكم يوصل للمحسنين. كيف تبعتيو معنا مشاهدينا؟ الزوج خصو عمليه ديال 7 مليون، الزوجه اللي كانت هازه الحمل كتخدم في الديور هي اليوم باركه، 7 الوليدات يعني الصغيره فيهم عندها عامين،
باقيين صغار كاملين كيتسناو يعني الحاجه اللي يجيب ليهم هم امهم جالسه من الخدمه، يعني صعيب الحال، راه خصهم الكسوه ديالهم وخصهم الماكله ديالهم، خصهم بزاف الحويجات. كنشوفوا هذا البيت، يعني ها انتما كتشوف قداش هذا البيت ما فيهش شرجم. راه السيده قبيله قالت لي والله الا تخنقت وكانت غير قدام الباب باش كتضيف وتعاونهم في هاد العواشر، لان فعلا فعلا راه كيعيشوا واحد الضائقه كبيره كبيره بزاف. راه كاين المرض وكاين الفقر، الله يحسن العوان، نتمنى الناس يعاونوهم. شكرا لكم، الى اللقاء.